نفتتح نشرتنا الليلة بموضوع العنف ضد الأحزاب. ضرورة تعقد مؤتمر وطني لمناهضة العنف يجمع كل القوى من أحزاب ومنظمات وجمعيات في سبيل التصدي لظاهرة العنف السياسي هي الدعوة التي توجه بها اليوم حزب الوطنيين الديمقراطيين تنديدا بالاعتداء اللي استهدف الاجتماع الشعبي للحزب الكاف نهار السبت من طرف مجموعة سلفية. أكثر تفاصيل مع لطفي المشري. أكد اليوم شكري بالعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن الوضع الأمني في تونس خطير، وقال أنه ظاهرة العنف مرتبطة بالأزمة الداخلية اللي تعيشها حركة النهضة بسبب صراع أجنحة على حد تعبيره، وجاء هذا خلال ندوة صحفية تم عقدها على خلفية استهداف الاجتماع الشعبي اللي نظمه الحزب بالكاف يوم السبت الماضي من طرف مجموعة سلفية وعناصر إجرامية. نحن إذا أزمة حقيقية داخل حركة النهضة، انقسام حقيقي وحاد، ولذلك ثم أجنحة داخل حركة النهضة دفعت وتدفع البلد نحو العنف. ودليلي انه قرار البيان الختامي لحركة النهضة صراحة دافع على المجرمين اللي اغتالوا لطفي نقض في تطاوين، وهذا بيان ما كنتش تتصوروا يقع، وطالبوا بالدفاع عليهم وتبنيهم. كما رينا انه النهضة والسيد راشد الغنوش يعتبر روابط حماية الثورة الميليشيات هذه يعتبرها ضمير الثورة، اصبح اذا دفاع واضح وفي اكثر من مكان، وضد كل كل من يقف ضد حركة النهضة إلا ويقع التصدي له بالعنف. والميليشيات هذه تمارس في الإرهاب متاعها وعنفها تحت أضواء الكاميرا، ومع ذلك لا يقع إيقاف أي منهم. أمين عام حزب الوطن شدد أنه تمديد حالة الطوارئ في البلاد عنده خلفية سياسية، وأضاف أنه هناك محاولات متعمدة لإضعاف جهازي الأمن والجيش ونشر الفوضى، وصرح أنه تم مؤخرا إيقاف 3 سيارات في الجنوب التونسي تقل إرهابيين قادمين من مالي. ثم سياسة منهجية في إضعاف الجيش الوطني اللي تو عنده عامين ما فكروش فيه، عامين نسوه، عامين ما شافوش جاهزيته، عامين ما شافوش هكا صناديد الابطال اللي رابضين في كل مواقع الوطن واللي المفروض يرجعوا جزرناتهم باش يكون عندهم جاهزيه، يرجعوا جزرناتهم باش ينجموا يتصدوا الارهاب الوافد علينا من برا، من مالي والناس اللي باش ترجع من سوريا والناس اللي باش تمر لك من ليبيا. فجيشنا فما خطه لاضعافه، والتوانسه ما نجموش نقبلوا بلحظه انه جيشنا الوطني الشجاع والجريء انه يقع اضعافه المسبي. كيف كيف فما خطه منهجيه لاضعاف الامن والاجهزه الامنيه وضرب النقابات الامنيه وضرب فكره الامن الجمهوري. وقع القبض على 3 سيارات جي ام سي من الثوره القطريه نتاع ناس هاربين وراجعين من مالي اللي تشدوا، وثم كعبات دخلوا ليبيا وعملوا تفجيرات. اذا نحن بدينا بلد مستباح. هذا ودعا شكري بالعيد الى ضروره عقد مؤتمر وطني لمناهضه العنف يجمع كل الاطراف دون استثناء ويتوج باتفاق جماعي لتجاوز الازمه. طبعا مؤتمر الحوار الوطني ضد العنف ومناهضه العنف لازم تكون فيه النهضه، ويلزم يكون فيه المؤتمر، ويلزم يكون فيه التكتل، ويلزم فيه كل الطيف السياسي بدون اقصاء بدون استثناء، ويلزم يكون فيه الاتحاد الشغل، ويلزم يكون فيه اتحاد الاعراف، ويلزم يكون فيه اتحاد الفلاحين، ويلزم يكون فيه المثقفين والمحامين والحقوقيين، ويلزم يكون فيه الرئيس المؤقت للجمهوريه ورئيس الحكومه ورئيس المجلس التاسيسي. هذا من كل معنيين، لانه مؤتمر لمناهضه العنف يتعلق بتونس مش بحاجه صغيره، بوقت اللي حاجه تتعلق بتونس يلزم كل ولاد تونس يتحملوا مسؤوليتهم فيها. أما محمد جمور عضو المكتب التنفيذي للحزب فإنه انتقد البطء في تشكيل الحكومة، وانتقد الحكومة الحالية اللي اعتبرها بلا برنامج وإنها تعمل وفق ثقافة الغنائم والبقاء في السلطة، وشدد في نفس الوقت على أن العنف قد يؤدي إلى الانهيار وتفكك الدولة.